السلام عليكم. شحال من واحد كيفكر انه ياسس شركه لكن خايف انه الشركه ما تنجحش ليه ويحصل في الضرائب وكيفاش انه غادي يسدها. مرحبا بكم. النصيحه اللي غادي نعطيك هو اي واحد عنده مشروع غير يزعم يتوكل على الله ويبدا، يعني وفر المصاريف انك دير كرياسيون ديال سوسيتي وتوكل على الله، ما عندك مناش تخاف. يعني بالنسبه للضرائب ما تخافش منهم، لانه الشركه اللي حديثه التاسيس معفيه من الضرائب لمده ديال 3 سنين ومعفيه من لاباتونت لمده ديال 5 سنين. اما بالنسبه للتيفيا فهي غادي تخلصها ملي كتبيع، يعني بعتي وشريتي راه كتخلص التيفيا، ما بعتي والو راه ما كاينش تيفيا. يعني درتي الشركه ديالك، حاول تقاتل فيها وتخدم مزيان لمده ديال 3 سنين باش تلونسيها. خدمات في هذه المده ديال 3 سنين راه مزيان، داكشي اللي بغينا. جاب الله البروجي ديالك اللي درتيه والشركه ما خدماتش من هنا 3 سنين، يعني هنا ما عندك ما تخسر، غادي تقدر دير تصفيه للشركه، يعني غادي دير تشطيب على السجل التجاري وعلى لا باتونت، يعني غادي دير لا غادياسيون وغادي تهني راسك وما كاينش اللي غيتسالك شي حاجه. وهنا غادي تكون استفدتي، يعني عندك واحد الفكره، عندك طموح، خدمتيها مزيان راه غادي تلونص وتمشي بعيد. ما خدمتهاش مزيان او كاين اكراهات، هنا غادي تكون استفدتي وغادي تحل الشركه ديالك. والشباب نصيحة، اللي عنده شي بروجي وكيأمن به وباغي يخدم فيه يتوكل فيه على الله، ما عنده ما يخسر. تحياتي لكم.